عشان نوصل الدائرة نوصل الطرف الشمال ونوصل أيضا الطرف العلوي للمقاومة R1 في الطرف الشمال المقاومة R3 وأيضا بنفس الطريقة نوصل الطرف الشمالي R2 والطرف العلوي للمقاومة R1 ونوصل أيضا الطرف اليمين للمقاومة R2 بالطرف العلوي للمقاومة R4 ونوصل الطرف اليمين للمقاومة R3 بالطرف العلوي للمقاومة R4 كذلك نوصل الطرف اليمين للدائرة اللي هو الطرف السالب وإذا نبي نقيس المقاومة نوصل جهاز الديجيتال مالتيميتر الطرف الأسود بالواير الأسود والطرف الأحمر بالسلك الأحمر نحط على الوضعية أوم كذلك نحط المفتاح على وضعية قراءة مناسبة ونوصل طرفين في طرفين الدائرة طرفين السلكين في طرفين الدائرة ونقيس R توتال المقاومة الكلية للدائرة عشان نغذي الدائرة 15 فولت نستخدم الباور سبلاي نوصل السلكين الأحمر والأسود ونضبط الفولت على 15 فولت ونوصل السلك الأحمر الموجب على الطرف الشمال للدائرة حسب الرسمة والأسود في الطرف اليمين للدائرة أيضا حسب الرسمة وعشان نقيس الفولت في أي جزء من الدائرة نوصل الديجيتال مالتيميتر ناخذ جزء الفولت ونوصل السلكين الأحمر والأسود ونحطه على وضعية فولت مناسبة نحط المفتاح على وضعية فولت مناسبة إذا نبي نقيس V1 الفولت الموجود على المقاومة R1 نحط الطرف الواير الأحمر في الطرف المتجه إلى الطرف الأحمر للدائرة والأسود في اتجاه الطرف السالب للدائرة وضعية توازي على المقاومة نلاحظ الفولت 2.6 فولت نلاحظ طريقة التوصيل نفس الشيء إذا بنقيس الفولت V2 الفولت على المقاومة R2 نوصل
السلك الأحمر في اتجاه الطرف الأحمر للدائرة، والسلك الأسود في اتجاه الطرف الأسود أو الطرف السالب للدائرة. أيضا لاحظ قسم البولت. أيضا V3 نفس الطريقة، لأن V2 تساوي أيضا V3 لأنهم على التوازي، فنفس البولت الواقع على V2 هو نفسه الواقع على V3. نفس الشيء نقيس V4 البولت الواقع على المقاومة R4، أيضا طرفها العلوي نوصل فيه الواير الأحمر لأنه في اتجاه الطرف الموجب للدائرة، وأيضا طرفها السفلي في السلك نوصلها في السلك الأسود لأنه واقع على الطرف السالب للدائرة. لاحظ شلون طريقة التوصيل. إذا نبي نقيس التيار نستخدم جزء كرنت في الديجيتال مالتيميتر، ونحط المفتاح على وضعية قراءة مناسبة، ونضغط زر DCA. وإذا نبي نقيس I total أو I1 تساوي I total لأنهم على لأنها على التوالي، فإحنا نزيل الواير ونوصل مكانه سلكين الملي أميتر، بس نتأكد أن الطرف الأحمر في اتجاه الطرف الأحمر الدائرة والطرف الأسود إلى الأعلى في الجزء العلوي. نلاحظ قراءة التيار 1.7 ملي أمبير. نفس الشيء إذا بنقيس التيار المار في R2 نسميه تيار I2، أيضا نزيل السلك اللي متجه إلى المقاومة ونوصل مكانه سلكين الملي أميتر، نخلي الطرف الأحمر دائما في اتجاه الطرف الأحمر للدائرة والطرف الموجب للدائرة، والأسود في اتجاه الطرف السالب للدائرة. أيضا لاحظ هنا 1 ملي أمبير. نفس الشيء كذلك إذا بنقيس التيار I3 التيار مار في مقاومة R3 أيضا نستخدم نفس الطريقة، نزيل السلك ونوصل الملي أميتر على التوالي مع المقاومة، ونتأكد أن الطرف الأحمر هو في اتجاه الطرف الموجب للدائرة والطرف الأسود هو في اتجاه الطرف السالب للدائرة. ايضا لاحظ التيار 0.7 ملي امبير. ايضا نفس الطريقه اذا بنقيس التيار I4 اللي هو ايضا يساوي I total لان على التوالي مع الدائره، ايضا نقطع السلك السفلي وبنفس الطريقه نتاكد ان الطرف الاحمر نوصله في اتجاه الطرف الموجب للدائره والطرف الاسود في اتجاه الطرف السالب للدائره، ونقرأ التيار. إذا لاحظ I4 أيضا يساوي I total.